اليوم رح نشرح عن اللي هي شكل البكتيريا أو عن أجزاء البكتيريا. بس قبل ما نبلش بالبكتيريا نفسها، في معلومات لازم نكون عارفينهم already، اللي هي الفرق بين الخلايا، أو اللي هي إنه تم تصنيف الخلايا إلى نوعين من التصنيفات، اللي هي عبارة عن البروكاريوتيك سيلز واليوكاريوتيك سيلز. البروكاريوتيك سيلز واليوكاريوتيك سيلز، حكينا البروكاريوتيك سيلز هي عبارة عن خلايا بدائية النواة، واليوكاريوتيك سيلز هي عبارة عن خلايا حقيقية النواة. في عنا مجموعة من الفروقات بينهم، احنا اليوم رح نركز على اللي هي البروكاريوتيك سيلز والاشياء اللي بتميز البروكاريوتيك سيلز، لانه احنا حنحكي عن البكتيريا. هلا مبدئيا البروكاريوتيك سيلز عندها مجموعة من المميزات اللي بتفرقها عن اليوكاريوتيك سيلز. اول اشي احنا طبعا المفروض هدول المعلومات اللي نعرفهم، ولكن انا عادة بعمل اللي هي ريفيجن للموضوع. اول اشي عنا انه البروكاريوتيك سيلز ما فيها نيوكليوس، ما عندها نواة، رغم انه هي بدائية النواة ولكن لا تمتلك النواة. اضافة انه الدي ان اي ان unbounded region called the nucleate، اللي هي انه الموجود الدي ان اي في منطقة غير محاطة اسمها اللي هي النيوكليات. اوكي، هاي المكان هذا الريجن اللي هي الريجن اللي المفروض يكون فيها النيوكليوس لو في بالبروكاريوتيك سيلز النيوكليوس، ولكن لانه البروكاريوتيك سيلز ما عندها نيوكليوس، فبالتالي الدي ان اي اللي المفروض اصلا يكون بالنيوكليوس رح يكون بالريجن هاي. تمام. إضافة إنه عندنا كمان ميزة إله إنه no membrane bound organelles، يعني ما عندها عضيات محاطة بميمبرين. ليش؟ لأنه إحنا بنعرف أصلاً إنه الخلية كلها بما إنه ما فيها نواة هي عبارة عن سيتوبلازم. فبالتالي هون أنا طبعاً انتقلت للنقطة الرابعة، يعني من خلال النقطة الثالثة رح أحكي عن النقطة الرابعة اللي هي الخلية كلها عبارة عن سيتوبلازم، فبالتالي الخلية محاطة بميمبرين، اسم الميمبرين هذا عبارة عن بلازما ميمبرين، فبالتالي ما عندنا أي أورجانيل محاط بميمبرين. إضافة في عنا كمان معلومة إنه الكروموسوم اللي بيحمل الدي إن إيه أو الجينات هو عبارة عن اللي موجود بالبروكاريوتيك سيلز، هي عبارة عن كروموسوم واحد، وهذا الكروموسوم اللي هي سيركولر، يعني اللي هي حلقي. تمام. هلأ عنا كمان معلومة المفروض إحنا نكون عارفينها قبل ما نبلش بأجزاء البكتيريا، اللي هي حكينا إنه من كل يعني البروكاريوتيك سيلز من الأمثلة عليها هي كل أنواع البكتيريا. قبل هيك احنا بنعرف انه الكائنات تم تصنيف الكائنات الحية، او علماء التصنيف صنفوا الكائنات الحية الى 3 domains، يعني الى 3 مجالات. الثلاث مجالات 2 منهم بروكاريوتيك سيلز وواحد يوكاريوتيك سيل. هسا من الامثلة على البروكاريوتيك سيلز هما البكتيريا والاركيا، والبكتيريا والاركيا هم الاثنين عبارة عن اصلا بكتيريا، ولكن البكتيريا بشكل سريع نحكي عنها، اللي هي البكتيريا هي عبارة عن الدومين للبكتيريات اللي بيعيشوا باللي هي النورمال هابيتيتس او النورمال انفايرمنت، اللي هي بالبيئة الطبيعية اللي بيعيشوا حوالينا. بينما الاركيا هم عبارة عن البكتيريا اللي بتعيش في الاكستريم كونديشنز، في الظروف الصعبة. تمام. اما اليوكاريا اللي هي من الامثلة على اليوكاريوتيك سيلز. احنا قلنا هلا زي ما حكينا بالبروكاريوتيك سيلز، اذا زي ما عرفنا انه كل انواع البكتيريا هي مثال على البروكاريوتيك سيلز. تمام. هلا خلينا نشوف اجزاء البكتيريا اللي عندنا. هلا عندنا هاي بكتيريا، ومثل ما اتفقنا هي عباره عن نوع من انواع اللي هي البروكاريوتيك سيل. اوكي، هلا نيجي نبلش من جوا. اول اشي جوا عندنا اللي هي one circular chromosome. مثل ما اتفقنا البروكاريوتيك سيلز عندها كروموسوم واحد، وهذا الكروموسوم بيكون حلقي سيركولر. اذا هاي بكتيريا كروموسوم، هي عباره عن هذا الاشي اللي هيك ملفوفين على بعضهم. تمام، عباره عن اللي هي البكتيريا كروموسوم. بكتيريا كروموسوم. تمام. المنطقه اللي فيها البكتيريا كروموسوم، احنا بنعرف ان الكروموسومات مفروض انهم يكونوا موجودين في النواه، ولكن مثل ما اتفقنا البروكاريوتيك سيلز ما عندها نواه، فبالتالي الكروموسومات وين حيكونوا؟ حيكونوا في المنطقه اللي المفروض يكون فيها النواه، اللي هي في السيتوبلازم. هاي المنطقه اسمها نيوكليات. تمام. هاي المنطقه، طبعا هاي منطقه تواجد اللي هي تواجد الكروموسوم الحلقي هذا. هلا وين هدول اصلا موجودين؟ موجودين في اللي هي موقع اسمه سيتوبلازم. طبعا السيتوبلازم للعلم هو مش سائل، السائل اللي موجود جوا السيتوبلازم اسمه سيتوسول. السيتوبلازم هو عبارة عن موقع وليس سائل. اذا هذا كله اللي حوالين اللي هي الون سيركل اللي هي كروموسوم، هذا الحلب حوالينه اسمه اللي هي السيتوبلازم. السائل اللي جوا السيتوبلازم اسمه سيتوسول. انا هاي هيك معلومه يعني للخارج. تمام. هلا جوا السيتوبلازم عندنا رايبوسومز، اللي هي بروتين فاكتوري، اللي هي مصنع البروتين.
جوا السيتوبلازم عندنا اللي هي الرايبوسومز، اللي هي هاي الجرانيلس اللي هي على شكل الحبيبات يعني تقريبا، في عندنا الرايبوسومز. تمام، نيجي نطلع حسة شوي لبرا، عندنا هذا المكان، هذا اللي هي الحد اللي بيحيط بالسيتوبلازم اسمه اللي هو البلازما ممبرين. هلا بما انه البروكاريوتيك سيلز، تمام، بما انه البروكاريوتيك سيلز ما عندهم اللي هي نيوكلياس، فبالتالي كل الخليه رح تكون عباره عن سيتوبلازم، وهذا السيتوبلازم محاط ببلازما ممبرين. اذا الحد يلي بيحيط بالبلازما ممبرين بالسيتوبلازم اسمه بلازما ممبرين. هلا الحد اللي موجود بعد البلازما ممبرين اسمه سيل وول، تمام، اللي هي الجدار الخلوي. هلا عندنا اللي هي هاي الطبقه الشفافه، الطبقه الشفافه هاي عباره عن اللي هي إشي اسمه كابسول. هذا الكابسول، طبعا احنا هيك حكينا عن سيل وول، بدنا نحكي هلا عن كابسول. تمام، هذا الكابسول هو عباره عن طبقه شفافه زي ماسك او حمايه للبكتيريا عند دخولها للجسم. لما تدخل البكتيريا للجسم، جهاز المناعه رح يتعرف على البكتيريا من خلال السيل وول تبعها، فعشان البكتيريا تخفي حالها عن جهاز المناعه وعشان اللي هي ما يعرفها جهاز المناعه، شو بتعمل؟ بتروح بتفرز برا السيل وول طبقه تسمى بالكابسول، بتمنع جهاز المناعة بأنه يتعرف على السيل وول، فبالتالي البكتيريا رح تدخل الجسم ورح تمرض الجسم، يعني رح تسبب مرض بالجسم، والجسم ما بيعرف عنها بالمرة إشي. متى الجسم رح يعرف أنه في جواته بكتيريا؟ رح يعرف أنه في جواته بكتيريا لما تظهر عليه السيمتومز، الأعراض. فبالتالي الكابسول اللي بدنا نعرفه أنه هي طبقة شفافة موجودة اللي هي خارج السيل وول. تمام، نيجي ننتقل هسا على اللي هي المكون الثاني لها، اللي هي الفلاجيلا. الفلاجيلا يعني أصوات. الفلاجيلا يعني الأصوات. هسا الفلاجيلا متى بتكون موجودة على البكتيريا؟ بتكون موجودة على بعض أنواع البكتيريا اللي إلهم قدرة على الحركة، هدول اللي هي هدول الأجزاء اللي هي اللي هيك يعني زي التيلز، زي الذيول للبكتيريا، اسمهم اللي هي الفلاجيلا. هدول الفلاجيلا بيخلوا اللي هي للبكتيريا القدرة على الحركة. تمام، في فوق عنا الفيمبريا. الفيمبريا هي عبارة عن شعيرات موجودة على السيل وول. هاي الفيمبريا عبارة عن شعيرات، شو وظيفتها؟ وظيفتها تعمل adherence، يعني التصاق بباقي الخلايا، يعني بتخلي البكتيريا هاي تلتصق بخلية أخرى. إذن هاي اسمها اللي هي الفيمبريا. تمام، هلأ خلينا نعتبر هاي عنا البكتيريا، بدنا نفرضها إنه البكتيريا. تمام، هذا شكل للبكتيريا. هلأ بعد البكتيريا رح نلاقي عنا، بدي أبلش من جوا. شو عنا جوا؟ عنا إشي باللون الأزرق. عنا هاد عبارة عن اللي هي الكروموسوم، هذا عبارة عن one circular كروموسوم. تمام، المنطقة اللي فيها الكروموسوم هي عبارة عن النيوكليد. تمام، هلأ نيجي ننتقل لبرا شوي. هدول الشعيرات اللي حكينا اللي إلهم قدرة إنهم يحركوا البكتيريا اسمهم فلاجيلا. هلأ هدول الشعيرات اسمهم اللي هي الفيمبريا. تمام، هلأ نيجي ننتقل لجوا أكتر. عنا أول إشي اللي باللون الأبيض هاد اللي هي البرة السيل وول اسمه اللي هي الكابسول. جوا عنا اللي هي، خليني بدي أبلش من جوا أكتر، اللي هي هون عنا هذا الأول اللي باللون باللون الأورنج، هذا عبارة عن حكينا البلازما ممبرين. عنا بالأخضر هذا عبارة عن اللي هي السيل وول. برا السيل وول زي ما اتفقنا في عنا اللي هي الكابسول اللي هي باللون الأبيض، هي طبعا طبقة شفافة. هلأ الأشياء الموجودة جوا اللي هي السيتوبلازم اللي هي المكان اللي بحيط فياته البلازما ممبرين، هدول اللي بالزهري اسمهم اللي هي الرايبوسومز، واللي هم مصنع البروتينات، رايبوسومز. تمام، يارب إنكم تكونوا استفدتوا، واستنوني بفيديو جديد.